بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على أول حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. ولنستمع إلى الحديث من القارئ جزاه الله خيرا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما ذكره من حديث عمر رضي الله عنه أن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وتقدم الكلام على هذه الأركان. قال: وتصوم رمضان. هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان. وصيام رمضان هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، دل على وجوبه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، بمعنى أن الإنسان كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء أفطر وفدى. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى أنزل الله تعالى الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل إيجاب الصيام. وصيام رمضان مع كونه فريضة بل ركن من أركان الإسلام، إلا أن فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا. فمن فضائله أن الله تعالى افترضه على جميع الأمم، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلولا أن الصوم عبادة عظيمة محبوبة إلى الله ما افترضه على جميع الأمم.
ومن فضائل الصوم أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس شاكا في فرضه، فليس كارها لفرضه، ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن جزاءه أن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يوفى الصائم أجره بغير حساب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. من فضائل الصوم أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يلزم نفسه بالصوم طاعة لله، وفيه صبر عن معصية الله لأنه يمنع نفسه من المحرمات والمفطرات، سواء كانت هذه المحرمات عامة كالغيبة والنميمة والسب والشتم، أم كانت خاصة وهي المفطرات من أكل وشرب وغيرها. وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يناله شيء من الجوع والعطش، ولا سيما في أيام الصيف والقيض الحارة، ومع ذلك يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. وإذا كان الصيام جامعاً لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من فضائل الصوم أيضاً أنه يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القيام: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فهذه بعض فضائل الصوم. قال: وتحج البيت، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. وقد دل على وجوب الحج قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد أجمع المسلمون على فرضية الحج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. والحج أيضا فيه فضل عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ولكن إذا قال قائل: كيف يكون الحج مبرورا؟
الجواب: الحج المبرور هو ما استكمل 5 أوصاف، إذا استكمل هذه الأوصاف 5 صار حجه مبرورا. الوصف الأول: الإخلاص لله تعالى في حجه بأن يكون الحامل له على الذهاب إلى الحج هو أن يؤدي هذه الفريضة وأن يسقط عن نفسه ركنا من أركان الإسلام، فلا يحج رياء ولا سمعة ولا لأجل أن يكتسب لقبا ويقال له الحاج فلان ونحوه، بل يكون قصده وجه الله تعالى والدار الآخرة. الوصف الثاني من أوصاف الحج المبرور: أن يكون في حجه متابعا ومتأسيا ومقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم، وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم. فيتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه فيفعل كما فعل ويتأسى به. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور: أن يكون قائما بالواجبات، أن يكون الحاج قائما بالواجبات العامة والخاصة. فالواجبات العامة هي التي تجب على المحرم وعلى غيره من أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. والواجبات الخاصة هي التي تتعلق بالنسك من المبيت في منى والمبيت في مزدلفة والوقوف في عرفة ورمي الجمار إلى غير ذلك من الواجبات. فمن أخل بشيء من هذه الواجبات عمدا فحجه ليس مبرورا، حتى لو أنه أخرج الفدية، فالفدية وإن أسقطت عنه إثم الترك لكنها لا ترتقي إلى أن يكون الحج مبرورا إذا تعمد. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور: أن يكون مجتنبا للمحرمات العامة والخاصة. فالمحرمات العامة هي التي تحرم على المحرم وعلى غيره من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والغش وغير ذلك. والمحرمات الخاصة هي ما يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام، فيجتنب حلق الشعر وتقليم الظفر والطيب وقتل الصيد ولبس المخيط إلى غير ذلك من أنواع المحظورات. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور: أن يكون حجه بمال حلال. فمن حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا، سواء كان هذا المال محرما لعينه أم محرما لكسبه أم محرما لحق الغير، فيدخل في ذلك المسروق والمغصوب والمكتسب بغش وخداع والمكتسب بالربا أو المجحود. فكل مال اكتسبه الإنسان عن طريق محرم وحج به فإن حجه ليس مبرورا، حتى وإن كان هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام وتبرأ ذمته بذلك لكنه لا يكون مبرورا. ولهذا قال الله عز وجل: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا. والطيب من الأقوال والأعمال والأموال ما كان موافقا للشرع، لأن الحلال ليس ما حل في اليد كما يظنه بعض الجهال، يظن أن كل ما حل في اليد فهو حلال سواء كان من طريق مباح أم طريق محرم، لكن الحلال ما أحله الشرع
وذلك بأن يكتسب المال من طرق مشروعة. فالمهم أن الإنسان إذا حج بمال محرم فحجه وإن كان صحيحا فإنه لا يكون مبرورا، بل ذهب بعض العلماء إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح ولا تبرأ ذمته. وأنشد الشاعر على ذلك: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فيقول: إذا حججت بمال أصله سحت، يعني محرم، فما حججت ولكن حجت العير. وحج العير هنا حج لغوي، لأن الحج في اللغة القصد. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. الحجاج يكونون في كل سنة نحو ملايين، لكن هل هؤلاء حجهم مبرور؟ يقول: ما كل من حج بيت الله مبرور، قلة قليلة التي يكون حجها مبرورا، فهي التي استكملت الأوصاف السابقة الخمسة. ثم قال: صدقت. لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال جبرائيل أو جبريل فسأله عن الإسلام فأخبره فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل يغلب عليه الجهل، والتصديق مظنة العلم. يعني كون الإنسان يقول لمن أخبره بشيء صدقت، هذا دليل على أنه يعلم، ولهذا تعجبوا. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. والإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما شرعا فالإيمان هو تصديق، فهو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. والدليل على أن الإيمان يتعلق بهذه الأمور الثلاثة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا الجوارح. ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا يتعلق بالقلب. فتبين بهذا أن الإيمان اعتقاد بالقلب، يعني بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. والإيمان لما سأله عن الإيمان قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله، وهذا هو الأساس، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن 4 أمور، لا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا بأمور 4. أولا: الإيمان بوجوده، أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، لأن غير الموجود عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها. هذا الأمر الأول، أن تؤمن بوجود الله عز وجل، ووجوده سبحانه وتعالى دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة، كل الأدلة تدل على وجود الله عز وجل. ولهذا لما سئل بعض الأعراب: بما عرفت ربك؟ قيل له: بما عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ انظر، وهو أعرابي. فهذا الأمر الأول من الإيمان بالله، أن تؤمن بوجوده. ثانيا: أن تؤمن بألوهيته، وأنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، فتحقق توحيد الألوهية بأن تخلص العبادة. وضد ذلك
أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، لأن هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. الثالث، الأمر الثالث، أن تؤمن بربوبيته. من الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المدبر. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. تؤمن بهذا كله فتحقق توحيد الربوبية. رابعا، أن تؤمن من الإيمان بالله أن تؤمن بأسمائه وصفاته، وذلك بأن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو الإيمان بالأسماء والصفات، أن تثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، فلا تحرف الأسماء والصفات. فمثلا جاء ربك، لا تقل جاء أمر ربك، جاء ملك ربك، هذا تحريف. من غير تحريف ولا تعطيل، يعني تعطل وتقول لم يجي، أو تكيف أو تمثل، كل هذا مما ينافي ما يجب من الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. واعلم أن المنتسبين إلى القبلة قد انقسموا في صفاته، في أسماء الله عز وجل وصفاته، إلى أربعة أقسام. المنتسبون إلى القبلة قد انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام. القسم الأول من أنكر الأسماء والصفات والعياذ بالله، وقال ليس لله تعالى أسماء ولا صفات، بل ذات مجردة عن الأوصاف. وهؤلاء هم غلاة الجهمية الذين ينكرون ما لله تعالى من الأسماء والصفات. القسم الثاني من أثبت الأسماء دون الصفات، فأثبت لله عز وجل أسماء مجردة لكن لا تدل على الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا. وهؤلاء هم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات. القسم الثالث من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، فأثبتوا لله عز وجل الأسماء وأثبتوا له سبع صفات فقط، قالوا إن العقل يدل عليها. وهذه الصفات السبع جمعت في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. فهذه سبع صفات التي أثبتوها وقالوا إن العقل يدل عليها. القسم الرابع من أثبت لله عز وجل الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. فيثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم بربه من غيره. فإذا أثبت الاسم أو أثبت الصفة فالواجب علينا أن نثبتها. هذا الأمر الأول، وهو الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل لهم من الإرادة والقوة على تنفيذ ما أمرهم الله تعالى به من العبادة، فهم عباد مكرمون
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هؤلاء هم الملائكة. إذن هم عباد خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل وأعطاهم قوة وإرادة لتنفيذ ما يوجهه إليهم سبحانه وتعالى من الأوامر. الإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأمور أربعة. أولاً الإيمان بوجودهم، أن نؤمن بوجود الملائكة وأنهم ليسوا خيالات وأوهام، فنؤمن أولاً بوجودهم. ثانياً من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بصفاتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، ما علمناه وما جهلناه. ولهذا في هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ولهذا في آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل في صف على صفته التي خلقه الله تعالى عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق، خلقه الله عز وجل على هذه الخلقة والهيئة، له 600 جناح قد سد الأفق. ثالثا من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم، كجبريل وإسرافيل وميكائيل ومالك وغيرهم. رابعا أن نؤمن بأعمالهم، بما علمنا من أعمالهم، فجبريل موكل بالوحي، ومنهم من يكون موكلا بالنفخ في الصور إسرافيل، ومنهم من يكون خازنا للنار وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. فنؤمن بهذه الأمور الأربعة: أولا بوجودهم، ثانيا بصفاتهم ما علمنا منها، ثالثا بأسمائهم، رابعا بأعمالهم ووظائفهم التي وكلهم الله تعالى إياها. ثالثا من الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه، أن نؤمن بالكتب، وهي ما أنزله الله تعالى على رسله، وما من رسول إلا أنزل الله عز وجل عليه كتابا. وهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل التي نعلم منها خمسة: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى. هذه هي التي نعلمها من الكتب التي أنزل الله عز وجل على رسله، التي نعلم هي خمسة: القرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثانيا التوراة أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، فيها هدى ونور: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثالثا الإنجيل أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. رابعا الزبور أنزله الله تعالى على داود وآتينا داود زبورا. خامسا صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الإيمان بالكتب لا يتم أيضا إلا بأمور: أولا أن نؤمن بها، أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله عز وجل، وثانيا أن نؤمن بما علمنا منها، وما لم نعلم نؤمن به إجمالا. والذي علمناه من هذه الكتب من أسمائها كم؟ خمسة، فنؤمن بها. ثالثا من الإيمان بهذه الكتب العمل بها، أو العمل
بما لم ينسخ منها، فيجب علينا أن نعمل بما لم ينسخ منها، وهو القرآن الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على جميع الكتب وناسخا لجميع الكتب. ولهذا كان هذا القرآن العظيم كان هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن نؤمن بما جاء في هذه الكتب من أحكام ما لم ينسخ، وأما ما نسخ بشريعتنا فإننا نعمل بشريعتنا ولا نعمل به. ولهذا شرع من قبلنا على القول الراجح، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لما ذكر الأنبياء 18 قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنعمل بشرع من قبلنا، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. هذا ما يتعلق بالكتب. إذن الإيمان بالكتب، الإيمان بأنها منزلة من عند الله، وأن نؤمن أيضا بما علمنا من أسمائها، وأن نعمل بما جاء فيها من الشرائع ما لم تكن منسوخة في شريعتنا. الثالث من الإيمان، الإيمان أو الركن الرابع، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل، والرسول كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الفرق بين الرسول والنبي. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل هو يتعبد بشريعة من سبق. والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله عز وجل لتحقيق التوحيد. الرسل من أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة من حيث الأصل. ما هي هذه الدعوة؟ هي تحقيق التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهم من حيث الأصول أو الأصل متفقون، ولكنهم من حيث الشرائع مختلفون. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن الإيمان بالرسل، نؤمن أولا بأن رسالتهم بأنهم مرسلون من عند الله عز وجل. ثانيا أيضا نؤمن بأنه ما من أمة إلا وقد بعث الله عز وجل فيها رسولا. وثالثا نؤمن أيضا بمن علمنا من هؤلاء الرسل. ورابعا نعمل بشريعة من أرسل إلينا، والذي أرسل إلينا هو نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الرسل أفضلهم أولو العزم. وأولو العزم ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، خمسة، ذوي العزم خمسة ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن، في سورة الشورى، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، كذا. أين في سورة الأحزاب؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. في سورة الشورى
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وأفضل هؤلاء الخمسة من أولو العزم أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.